إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة. أعاذني الله منها وإياكم. سورة وهذا إلى هيد بركيا ولا الله يجمع مسلمين تاه بيج كدين تين ونستيح. سورة وهذا إلى هيد بركيا شير قرية ودرس جني تفسيرك عاوة وحينو هل كان كبلا بينا إن شاء الله كنا دميننا سورة لها سورة السجدة. أما الله يقال إنه تنزيل ألف لام من تنزيل القرآن إنه كنت كأنه جمع عذر ولله الحمد تبارك وتعالى. سورة لها السجدة يقرأ الله هذا وقعد كامارت سورة السجدة آيات كده وصدن آيات وأنا ترتيبك سورة الله وإي صدن آيات مركة بقرة لك صوب الله وقرآن سورة دنيا وصورة عظيمة وقرآن كما كسود دقي. لذلك وحي الله ليس أسلوب كي قرآن كما كي جاي وهذا شري أي محان كل هذا مرت أي وحي الله ليس والله الحمد تبارك وتعالى مركة أن سجدة وصورة مرت قرآن كي ما كي جاها والله الحمد تبارك وتعالى أن وحي وحي الله دون تاسدي قرآن كي ما كي جاو مرت وهذا شري فذا إيش هذا صورة دم وحي كم ده رسولك صلى الله عليه وسلم سيدا كسوغان وحو كنت كان شري صورة دم هي صورة الله يقنوها رتا على الإنسان صلاة الصبح جمعة أي رسول كنت كان شري صلى الله عليه وسلم أي كنت كان شري ولبا ولازم شري وصوت هذا أعمده أي إنه قلت كيان صورة دم أعمده أي إنه قلت كيان والله الحمد تبارك وتعالى وحا كسوغان رسولك صلى الله عليه وسلم يقول صحابتك رسولك كورنا إياه سيد إمام البخاري وخصوصا على كتاب كيس الله يقانه في كتاب الجمعة من صحيحه من حديث أبو هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وها يقرأ مد آخرية في الفجر يوم الجمعة ما أنت جمع سورة الفجر بو آخر تري أي أما ألف لام ميم تنزيل بو آخر تري بين الصحابة يو هالتها على الإنسان حديث كاس إمام مسلم بخصوصا على أيضا يا إمام أحمد يقير كي بخصوصا على يا خصوصا على إن مركة أدان صورة ده سكبل ونوع حتى هذا بسم الله الرحمن الرحيم بلا وجيء وأما يعني هي ابتدائي وحوي بسم الله ما جع إلهي أيام كبلا يا إلهي الرحمن رحمة دي سوء عام ككوهيد قال إيه إسلام بقى خلق إلهي أوردن إلهي الرحيم رحمة دي سوء خاص ككوهيد مؤمنين ألف لاميم ألف لاميم أنت بدن وحلي هذا الله أعلم بمرادي وهي حروف المقطعة ألف يلام يميم وسدي حاميم قاف يعني وحيابه مرت القرآن كي نصوم الرأي وردن يعني حروف المقطعة وحين ولين بورين شري الله أعلم بمرادي إلهي باقرنا يوحوك جيدا سبحانه وتعالى ساسان وقفيا تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب كتاب كسود جنتيسو لا ريب فيه شككم تري وحو هذا خبرك من رب العالمين عالمين ترب جود أيك هذا أم حال عرنا يا تنزيل الكتاب كتاب كسود كنتيسو لا ريب فيه إن أتكج خبرته أود بدل هذا أود بدنا ترى هذا هو يسوه وحو كهذا من رب العالمين إيهنا إسكبد يسوي حيل لقدر يؤ لا ريب فيه أتكلك جملة معترضة وترى هذا تنزيل الكتاب كتاب كسود جنتيسو من رب العالمين إله عالمين ترب جود أيو مرتكاء هذي لا ريب فيه وحبي راتي شكي وكشر أنا مشرو واكو أم يقولون بل سكداي أي يقولون ما وحي عرنيا افترى وبين أبورتي هو قرآن كان نبي الله محمد بين أبورتي مي عرنيا بل سكداي إنه نبي محمد بين أبورتي سكداي ما بين أبورني هو كتابك الحق حق وي أو نبوي حق أو مرتي من ربك مرتي أما إسك حاله
يعني اللي هو معرفة جملك أمشي بجملها النقضة أما جملك دميس كتيرا هذي معرفة دبر عن والله حاليا هذي من النار تنكر دعانا مارتي والله والله قصفية. لذلك بل اسكدا يبالي هو قرآنك الحق حق من ربك حال وحق عصي حق ربك كا هذي لتنذر إن هذا الدكتبة إلهي قرآن كحق أو كاني قوم النبي الله محمد وقوم هذا الدكتو ما أتى أنا يؤمن هم إيجا من نذير أي نذير عيد الدكتا قوم أنا يؤمن وحمارتي القرآن كاسي ما أتاهم أنا يؤمن من نذير نذير أي نذير أنا يؤمن من قبلك أذيك هرتا النبي الله محمد لعلهم وحي مدينهين يهتدون إن يحنونان الله إلهي الذي إلهي وي خلق أبوري السماوات سماواتك والأرض دلك أبوري وما بينهما وحي اللي بدأ أقول حيانا إلهي أبوري وي وكو أبوري في ستة أيام لحمة الوضبك أبوري ثم دبدنا إلهي مركو اللحظة كو أبوري استوى وحو كو ناضي أو كو أكاذي على العرش عرش جيس جود كيس أيو كو مرت أيو كو أكاذي ما لكم إذن ما يسجنانين من دونه أي من دون الله إله سكدي إذن ما يسجنانين من ولي مد إذن جرجارية ولا شفيع هي مد إله إذن كيرجين يا جالية هي مرت إله تسيدين كما سجنان مرة ديدان ضد إله الراعي أرمي عبدي حين أفلا تتذكرون ميدان وأنتم من بليد أو مر قرابة أيضا إلهي أثوبت كنين وصون نقنهين إلهي يدبر وصو دبرا أما وصو حكمية الأمر أمر كي وحكا صو مارتي كصو حكمية إلهي من السماء سمدي إلى الأرض أرلاد إنتي كا با أمر كي إلهي أسو دقا ثم الدبا ديدنا يعرج ولابتا أمر كي مركي لولك قده سلقا قاد إليه أي إلى الله حقي مارتي سمدا وحا إلهي اللوغو عليا في يوم مال كان وهذا مقداره دركيس ألف سنة كن مال مود مما تعدون إذن كسدو حتى رسان هذه الله إيجو يعني هي بني آدم كسدو حتى رجية صعدك كن يعني هي كن يعني هي كن سنة ضاد إسكدام مال مود ما هي كن سنة ضاد يعني سدا إذن كحتى رسان أيها أمرك أنت سمادة سما الدنيا هلا جسوا حكمه أقول لك سو قالوا بو هذانا دي بقول لا بتاعه لأنه حل هذا السماء والدنيا يقول لكم حيث يشيران شان بقلو صنع مسافة الله كلا سعوده مالك أمر كي مركو سودهو هذا ملايكتي هذا أمر كي ويرفعنا وكو ومرت ثم يعرج له في يوم كان مقداره مركو والله والله بيانو مركي ملايكتو سماء والدنيا هاي أمر كي كلا سودهو أمر كي هذا سماء الدنيا انت لولك لغا قادو سماء والدنيا هي ملايكتي مارتي اللي وعليو أيام أنا وحوردك ما كون صنع إنجا يعني هي مسافة مارتي سجران انت اللي بضع امريوك لقود بيان واكو مما تعودون ذلك كاسبا ليلي عالم الغيب وإله غيبك علمي قوله العزيز هو يسقو اسكا قدر العزيز إله قالبك هو إيه أن لقى قالبك نغن كرين وإله أود بضن عدق سقو أن لقى أتكان كرين إلهي الرحيم رحمة ديسو أي يعني هي أصغناتي مؤمنين الذي إلهي وإيه أحسن هجاجي كل شيء شيء لما أنت خلق خلقه يعني أبور كود إلهي مرت شيء كسته أبور كود هجاجي وي وبدأ إلهي بلابي مرت خلق وبدأ الخلق الإنساني إنسان كخلق جيسة إلهي أبور وي وكا مرت كبلابي من دين طوب إلى النبي الله آدم بعد طوب لقابوري وكو ثم جعل يالي نسله آدم تذكي كتفيرمي من سلالة يالي يعني هي تفير يضد يعني هي ترك ترمي آدنو من ماء بيو إلهي كأبوري بيها سو مهين اللي ته من ماء مهين بيه اللي تو أقفكو مركي كي مادان قويان كي دي أرتي دي أمنعيو أيو إلهي كأبوري ثم سوا إلهي واسمي هو إنسان كي ونفق مركو سمي وحكو أفوفي فيه إنسان كي من روحه إلهي روح دي سوكو أفوفي وجعل وحكي الإلهي لكم إذنك وحيدين يالي السمع إنا وحمقشان والأبصار إنا وحركتان وإنديب إذن يالي والأفدة قلوبتي
wax ku garan lahaydeen buu idin yeelay, qaliilan ma wax yarun baa tashkuruuna ilaahay umahadnaqaysaan, yani wax yarun baa ilaahay umahadnaqaysaan. Waqaaluu waxay yidhahaan kuwii gaaladaha, aidaa waqtigii dalalna aanu lunno, yani markii aanu ku baaba'no filardi dhulkii marka la na'aaso, oo dhulkii aanu ku baaba'no oo jirkayaga iyo lafahayagii ay baaba'aan, ainnaa annaga la fii khalqin, ma abuur cusuba oo jadiidin ayaa la noo celinayaa. Ainnaa la fii khalqin, khalqi kale miyaanu ku sugnaan doonaa annagu khalqigaasoo jadiidin cusub oo madib baa laysi soo celinaya. Bal iska daaya baa nabiyulaahi maxamedow, hum iyagu baa la yidhi kuwan gaalada ah, biliqaai rabbihim, rabbigood la kulankiisa, kaafiruuna waa qaar ka gaaloobay oo aan rumaysnaynba. allahu akbar. Qul waxaad tidhahdaa nabiyulaahi maxamedow, yatawafaakum, waxaa idin oofsan doona malakulmowti, malakulmowtka yanihi geerida malageedii soomaalidu casraa'iil bay tidhaahdaa, laakiin magacaas yani axaadiis ay xukuma soo aroorin, waa un wax maaratay israa'iiliyaad iyo meelaha laga keenay, laakiin malakulmowt baa la yidhaha. Qul waxaad ku tidhaahdaa yatawafaakum, waxaa idin oofsanaya malakulmowti, geerida malageedii, alladii malagii wakila laydin wakiishay bikum idinka, inuu nafta idinka qaado. allahu akbar. uma dabadeedna ilaa rabbikum, rabbigiin intii ka baa turjacuuna, laydin celinayaayo naf walba ilaahay xaggiisaa loo celinayaa. oo yanihi qofkaasi hadduu wanaagsan yahay maaratay nasiib buu leeyahay, hadduu xun yahayna maaratay waa mid nasiib daran weeye. aynu marka dib laqabada ugu soo celinay suuraddan la yidhaahdo suuratu tanziil, ilaahay wuxuu ka bilaabay alif laamiim, waxaynu nihi allahu aclam bimuraadihi baa ugu fiican. tanziilu lkitaabi, kitaabka soo dejintiisu, laa rayba fiihi, wax shakii kuma sugnaanin, waa kow min rabbi alcaalamiin, ay huwa kitaabkaasi min rabbi alcaalamiin, ilaha caalaminta ah, maaratay rabbiga caalamiinta ee barbaariyey adduunka oo dhan, ee abuuray, ee quudiya, ee sifadaa iska leh, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkaasi xaggiisa ka haday. waxaad kale odhan kartaa tanziilu lkitaabi, kitaabka soo dejintiisu, min rabbi alcaalamiin, caalamiinta rabbigoodii buu ka ahaday, laa rayba fiihi, xaal yacnihi wax shakii aanu kitaabka ku jirin, laa rayba fiihi, iska xaale oo kitaabka ka xaale. tanziilu lkitaabi, kitaabka soo dejintiisu, laa rayba fiihi, xaal aanay wax shakii ku sugnayn, hee min rabbi alcaalamiin, caalamiinta rabbigoodii ayuu ka ahaday. am yaquuluuna, bal iska daaya ay yaquuluuna, ma wax xidhanayaan, iftaraa, waa been abuurtay hu qur'aankii nabiyullaahi maxamed, bal iska daaya inuu abuurtee mana abuurane, huwa qur'aanku alxaqu, xaq weeye, min rabbika, xaal u ka ahaday xagga rabbiga, waa xaq weeye. litundira, macnaha maxaa ilaahay usoo dejiyey litundira, marka waxaad iskaga tacallujin kartaa litundira ay facalnaa ama maaratay anzalnaa ila waa tilii tanziilu lkitaabi, kitaabka soo dejintiisu wuxuu ka ahaaday min rabbi alcaalamiin, soo maa caalamiinta rabbigooda, maxaanu soo dejinay litundira, inaad u digto nabiyulaahi maxamedow. oo tanziilu lkitaabi ila waa master, masterkuna yacmalu camal ficlihi, marka waad ku tacallujin kartaa laamtan maaragtay oo litundira, si aad ugu digto liajli tanziilu lkitaabi min rabbi alcaalamiin litundira, inaad u digto daraaddeed baa kitaabkaasi ilaaha xagga caalamiinta looga soo dejiyey. qowman, qoom aada ugu digto, maa aataahum, aanay u iman min nadiirin, wax maaratay u digaa, waayo waa mushrikiintii jasiiratu lcarab ee nebi maxamed laga soo saaray, ilaa iyaga cid nebiya lagama soo saarin, gaalay ahaayeen mushrikiina. waynigii suuratu yaasiin kusoo maray maxaan kuraa maaratay lintundira qowman maa undira aabaahum fahum maaratay fahum qaafiluun, waynigii hor maaratay suuratu yaasiin ugu soo maray. waa kow min qablika, hortaa wax nadiiri aanu iman haba yaraatee, lacallahum, waxay mudan yihiin, yahtaduun, ay lika yahtaduun, si ay ugu waantoobaan, ugu waantoobaan qur-aanka, ugu maaratay ugu waantamaan ama waanadaa u qaataan oo ugu hanuunaan, ayaanu maxaan ku dhahdaa saa u yeelay. allaahu ilaahay, alladii ilaahay weeye, khalaqa abuuray, assamaawaati, samaawaatka ilaahay abuuray weeye, waalarda, dhulkana ilaahay abuuray weeye, yowmaa baynahuma, inta u dhexaysa, oo samada laba maalmoodbaa lagu abuuray, dhulkana laba maalmood, dhulka oogadiisa wixii ku jirana laba maalmood, marka lixdan milood baa lagu abuuray. waxaana horreysiyey waxaa layidhi waxaa horreeyey dhulka ayaa la abuuray laba maalmood, samadii baa la abuuray, kadibna dhulkaa laga soo dhex saaray wixii
أوقاديسية وحلالة مرت ثم مرت والأرض بعد ذلك طحاها والأرض بعد ذلك مركي سمادي الأوريبا مر لبادل كي دحي اللي قسم وحلالة وحي قديه سكتر يوردن دي بيهين يا دي دوغيهين يا دي أوقاديسيهين لقصة صاري مركي قدهان دولك يا سمادة يا وحا دولك كتر لح معلومات بالغو أبوري سين هروب قرانك أين تفسيرك وقصة مرهي واكو إلهي وحده سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض يوم بينهما وحود حية إلهي وحكو أوري في ستة أيام لحم الموت بالغو أوري أو حود حية وحين أنكرن كرن يوحي نكرن كرن أنت سو هوين أنت سو نوعيو كلا دون خلقي أينان أجين وحصل بإلهي كو أوري ملائك بو كو أوري وهلو مجر وما بينهما في ستة أيام ثم استوى إلهي وحو كسو ناضي ثم استوى إلهي وحو كسو ناضي على العرش عرش جيسة أيو إلهي سبحانه وتعالى كو أكاضي ثم استوى إلهي وحو كو أكاضي على العرش عرش جيسة أيو كو أكاضي صفة عرش جيسة وكو أكاضينا كرر منه عرش جو يعني هي مرتي لغة العربية جوا سريرته سريرته أولي بق مرتي بقرة ضعي على رهضة مرك إلهي عرش بوليه يليق بجلاله وعظمته عرش سجى مرتي عنتما سجى يجلال كيسي وينديسه أيو لي إلهنا ونجس الرياء وأي تضبط دول وحكس الرياء تضبط السماء تضبط السماء وحكس الرياء كرسي يا مرتي يا سماء أوس الرئيسة يا كرسي وشم بقول سنة الله كلا صعدة كرسي يا عرش إلهنا شم بقول سنة الله كلا صعدة الله أكبر مرتي وفوق العرش عرش مرتي دشي سنة إلهي بقى مرتي كوئك هذا سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش حق خلقك أنا سيانة مارتي خد أجرين تضبع يعني سمو مارك الله إجا كرسي واحد نغنيا تضبع حلقة أما تضبع شيلين ومال بنان الوتوري كرسي قلنا مارك الله إجا عرشي وحون نغنيا شيلين أما حلقة فرق كان مارتي دوار كحدان ومال مارتي حلقة يرى مال الوتوري ونغنيا إلهي عظمة دي سمحاد مهدي مارك يعني عظمة دي إلهي دات مارك اللي إلهي ونقصر ريا داتكم يعني وحي كسو قاضيا أدون كان يري مال مارتي إلهي هين كرت سبحان الله سبحان الله عما يصفون أدونك جبي سبا والسماوات مضويات بيمينه من سمر وما قدر الله حق قدر تضبط السماء ذلك يسبا إلهي مدك تسو كدوبة يا جبي ودبا هذا هو الكرس مرك إلهي سبحانه وتعالى إلهي مارتي خلق جيسا مبيح دقين وينو إمان دونتا قاربا جلال لا حلولين وآمن سن إن الله حل في كل مكان إلهي ملك استئين دقيو وخلق جيسا كل حجر والعياذ بالله إلهي خلق جيسك ومدح تشري كريه إلهي خلق جيسك وكسر رأيه خلق جيسنا إلهي وحب الله معها وحين الندي تضبط السماء بأي تضبط شرين لأه كرسي جيس كرسي جيسنا هل شرين بول ليه محانك هذا مارتي عرشك عرشك مارتينا ومخلوقات كوح أقوين إلهي أبو ريب سبحانه وتعالى إلهينا عدم دي سعيد كو بكرتا مجرتو مارك وين تساوفا أنت إلهي استويهيس يا قرآنك يا سنة يا حديث كسو عرورتي لذلك حديث الشيخ يسأي قرآن الشيخ أيه إلى هاي إنه معنا يهاي ومرت يعني وواصح وإلى هاي وحكو قلت شو جا إلى هاي معنا وحكو يهاي مكوي ناركيا إلى هاي مردوه ناركيو ومعني إلى هاي مردوه نمقليو ومعني إلى هاي علم جيسو أنا جي قلبي جا ما دام أو كرت هذاي وأنا نفتي ده وحنا كوجين إلى هاي ويجي هاي إلى هاي قلت شو جا لذلك هذا تفاسير ترى نخرضه مركي نصوم ري سورة القاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما هي التفاصيل كفاصيل يعني مركو إلهي اللي منك يقف كي مركو دبنا أيوة أن جا يا حول المريض كوجده معنيه ما هي حول المريض كي لا يبقى شو جي إلهي وحوله مرت أي يعني هي مرت ملائكة تنا ومرت ملائكة تيدي أوف سنيسي حم حان كده مرت بقى حول المريض ك نفتي كسارسة اللي إلهي ملائكة تسمع كي تطلع كسارسة إلهي بقول شو جي إلهي نو أرك يا سجى أمر كيس سينية سبحانه وتعالى لذلك نمنك حلولين تأه وآمسان إن الله مارتي حل في كل مكان ما عقيدة السلف كما يستان عقيدة أمد النبي محمد نبي محمد عقيدة سي يتي أبو بكر يتي عمر يتي صحابة يتي سلف يتي علماء ما يستان لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة سو إلهي إنو حقيقة شغبا مسنا وحامسنا إلهي إنو إلهي كسر ري خلق جيسة ومحاو دليلة وحاو دليلة حديثة سنن كيو إمام مسلم يأي سوا سارين مركي معاوية بن حكم و أدونتي سير دربا حدا كله فتين تبى هالكعبنا أي محل يراه ذا نيف كي دي حولها تبى النوا كيم رجودي معاوية بن حكم أي يريش رسول الله أدونتي دي أدومها أنا ممنوع بهد إن للديرو أمر الله تابتو
wuu murugooday marka ilaa amarkii ilaahay buu jabiyey. marka rasuulkiibuu u keenay wuxuu yidhi addoontii waa tan, waan dhirbaaxay, maxaan sameeyaa? rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, aan wax weydiiyey Yesu. rasuulku waxba weydiiyey, wuxuu yidhi maaragtay ayna allah buu ku yidhi, ayna allah, ilaahay mee addoon yahay? markaasaa waxay tidhi fi samaa, ilaahay wuu inaga sarreeyaa bay tidhi. markaasaa wuxuu yidhi man ana, anigu kumaanahay. markaasay tidhi anta rasuulullah, rasuulkii ilaahay baa tahay. markaasaa wuxuu ku yidhi maaratay ictiqha buu yidhi, xoree buu yidhi, fainaha mumina, waa muminada. leanna addoomaha kuwa la xoreynayo inta badan muminiinta si diinta loo jeclaysiiyo muminiintaa la xoreeya, muminiinta ayaa la xoreeya. marka qur-aankana way ku sugantay ilahay inaga sarreeyo, waaba kani maka haddaynu arki doonaa yudabiru lamra min asamaa, ilahay amarka xagu ka soo dejiyaa? xagga sare, xagguu soo dejiyaa? dhulka amarkii xaggee buu noqdaa? uma yacruju ilayhi, ilaahay buu amarkii u noqdaa? soo maartid fi yoomin kaana miqdaaruhu alfa sana mima tacuduun, caawi nagu suganta. ilaahay amarka samadu ka keena, dhulku yimaadaa, haddana ilaahay amarkiibaa loo qabaa. marka nusuusta culuwigu inuu ilaahay inaga sarreeyo yacnihi islaamaha cajaa'istaabaa yaqaana, islaanta gabowde ayadaaya ilaahbaa saaigaga sarreeya bay odhanaysaa, adigaagana makalkee lagaa haystaa? markaad ilaahay baryayso samadaa lagaa haystaa, yacni meesha lagaa haystaa iyo ilaahay meeshuu kaa jiraa waa samada. qur-aanka iyo xaadiistana waa mutawaatir. yataaqamuuna fiikum, malaa'ika buu rasuulku yidhi, malaa'ig baa isukiin imanaysa oo soo degaysa, oo malaa'ikatu billeyl wa malaa'ikatu binnahaar, malaa'igtii habeenkii soo degtay salaadi subaxii imanayaan, waxay imanayaan maxaan ku dhahdaa salaadii casr, malaa'igtii yacni habeenkii nila joogaysay salaadii casr bay imanayaan, maxaan ku dhahdaa dabadeedna malaa'igtii habeenkii nila joogtayna waxay maaragtay malaa'igtii macnaha maalinimadii nila joogaysanana waxay imanayaan salaadii subax, kuwii salaadii casr idin yimi habeenkii joogayna salaadi subax idinka tegayaan. maaratay uma ladiina maxaan ku dhaa maaratay uma ladiina maaratay waxa maaratay waxaas waxa xagga sare ilaahay aadaya alladiina baatuu fiikum, kuwii idin habeenkaa idinla baryey baa salaada subax intay dhoofaan bay xaggii ilaahay qabanayaan. markaasay waxay la kulmayeen ilaahay, markaasoonaya kayfa taraktum cibaadii, addoommadaydii see xaggee kaga timaadeen, see uga timaadeen, maxay sameynayeen? masoonayaan aataynaahum wahum yusalluun, shalay markaanu salaadii casar u tagnay way tukanayeen, saaka markaanu salaadii casar ka nimina way tukanayeen. wahuwa aclamu minhum, isagoo ka og. allahu akbar, nebiga caqiidadayna baraya. marka ma maaratay mid yacni caqiidadii maaratay mulxidiinta haysta oo aaminsan ilaahay musqusha inuu joogo ilay makaan makaanka yani haddii la dhaha ilaahay makaan kasta uu joogaa waxaa ka dhalanaysa ceeb, ceeb badan baa ka dhalanaysa, oon afkeenna aynaan soo marin karin. ilaahay khalqigiisa uu ka sarreeya, yacnihi cadamadiisuna yacni khalqigiisa ma buuxin karto. maaratay qad axaada bikulli shayin, ilahay wuxuu ku koobay shay kasta, cilmi iyo cadamo iyo jalaal iyo jabaruut iyo qahri iyo quwad iyo xoog iyo qurux iyo jiritaan iyo raxmad, ilahay wax walba khalqigiisa uu ka ballaadhan yahay. lidaalika ilaahay khalqigiisa sida maaratay nimanka xululiyiinta ilaahay ma dhex degi karo. lidaalika xululiyiintu waxay deliishadaan, axaadiistay deliishadaanu waxaa ka mid ah xadiiskii maxaan ku dhahdaa maa taqaraba cabdu ilaya shay-an maaratay axabu mima aftaraduhu calayh, addoonku iguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay wixii aan ku farad yeelay. waa kow walaa yazaalu cabd yataqaraba ilaya binawaafil xataa maaratay axbabtuhu, addoonkii iguma soo dhowaado sunnayaasha ilaa aan jeclaado. faidaa axbabtuhu, haddaan jeclaado, fakuntu samcuhu ladii, waxaan noqdaa maqalkiisa, alladii yasmacu bihi uu ku arkaayo, wabasarahu ladii yubsiru bihi arag wax ku arkaayo, wayadahu ladii yamdushu biha gacantu wax ku taabanayo, warijlahu latii maarata yamshi biha. marka ilaahay marka lagu leeyahay waxaa noqonaya lugtiisa iyo gacantiisa, nimanka xululiyiinta ahoo ay culimmadu gaalaysiisay ayaa waxay aaminsan yihiin khalqigii iyo khaaliqu bayn isku dhex jiro. ninkii gebiye wuxuu yidhi iska daaye xataa ayga bakhti ilaahay baa ku jira wuuri, waana kufaar kuwaasi, nacuudu billah. axaadiistaasna waxay ummadda nebi maxamed ku ijmacsan tahay in loo jeedo markuu leeyay ilaahay waxaa noqonaya araggiisa ilaahay maaratay xumaan mooye wax kale kutusi maayo, waxaa noqonaya maqalkiisa wanaag mooye ilaahay wax kale ku maqashin maayo, waxaa noqonaya gacantiisa wanaag mooye gacantaada xumaan taaban mayso, waxaa noqonaya lugtiisa lugtaada wanaag mooye xumaan aadi mayso. saasay ka dhiganta haddaba rso walain istacaadanii hadduu imagan galo law ciidanahu waan magan gelin oo xumaan oo dhan iyo shar baan ka magan gelin, walain saalanii hadduu xiisana law cdiyanahu waan siin haddaba rso. allahu akbar, addoonkaygana kama taradudo oo kama laablaabto waxaan u qadaray oo aan ku samayn doono, ka taradudka aan ka taradudo
inaan maxaanku dhaa oofsado maxaa yeelay muuminku yakrahu lmowta geeriduu nacaya anna waxaa nacaya inuu fidnoobo kadibna ilaahay wuu oofsadaa uun isagoo haddana ilaahay ka taradudaya oo addoonkiisa baryada uu doonayo intuu ilaahay barayo inuu sii noolaado buu ilaahay subxaana watacaala yacnihii maaragtay addoonkii uu u dareemaya maaragtay inuu u oofiyo wuxuu doonaya addoonku. Haddana ilaahay baa ilaa addoonkii ka xogagaalsane wuxuu og yahay ilaahay haddaanu oofsan inuu addoonku fidnoobi doono. Marka si uu fidnadii uga ilaaliyo ilaahay wuxuu dhahdaa anigoo ka taraduday oo doonaya inaan ducadii sii aqbalo oo doonaya inuu adduunka sii joogo baa haddana waxaan ogahay qadaha iyo qadarka waxaanu isagu ogeyno dantiisaan u oofsadaayo ilahay saasuu ku oofsadaa addoonkii. Marka ilaahay nusuusta kusoo aroortay inuu ilahay khalqi ka sarreeyo qur-aanka 7 meelood ba maratay uma calalcarshi istawa ama arraxmaanu calaa carshi istawa 7 meelood bay kusoo aroortay, 7 meelood bay qur-aanka kusoo aroortay laga bilaabo maratay suuratu lcaraaf, suuratu racad, yacnihii maratay maxaa la dhahaa maratay saan filaya naxal, maxaan ku dhaha israa, maratay haluma jir yani ilaa 7 meelood maxaan ku dhahaa maratay tanziilo caawa aynu marayno, waxaynu maratay dhowr meelood oo kale uni soo marray oo maxaan ku dhahay xadiid kamid tahay ay kamid tahay. Marka qur-aanka ilaa 7 meelood bay kaga jirtaa inuu ilaahay subxaana watacaala suuratu daah maratay inay maratay ilaahay uu carshigiisa subxaanahu watacaala ilaahay carshigiisa inuu maxaan ku dhahdaa ku ekaaday ilaahayna khalqigiisa uu ka sarreeyo. Waxaa ka mid ah axaadiista yacni mutawaatirka xagga nebiga ka sugnaaday macnaha mutawaatirka macnaha xagga ma jeedo yani xadiiska sanadkiisa mutawaatiray laakiin culimmadu macnihiisu ay ka tawaaturtay nebiga sal allah alay wasalam culimada badankoodana maaratay ay ku wariyeen kutubtooda waxaa ka mid a bukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo dhammaantood ay wariyeen xadiiskii ahaa in allaha kataba kitaaban ilaahay kitaab buu qoray muxuu ku qoray raxmadaydu inay cadhadayda ay ka waasic tahay cindahu kitaabkaasi halku yaalla ilaahay agtiisa fooqa alcarsh carshiga agtiisa ayuu yaalla lianna lawxulmaxfuudku ilaahay buu ag yaallaayo ilaahay baa subxaana watacaala maaratay yacnihii mala'a sare ayuu ilaahay ku hayaya fooq alcarsh buu lawxulmaxfuudku ku yaallaa cindahu fooq alcarsh rasuulkiiba aleh sala allahu alayhi wala alih wasalam. Xaggee ciise loo oofsaday? Yaa ciisa innii mutawafiika waraaficuka ila yimaart anaa ku oofsanaya oo ku qaadaayo adduunka kaa kaxaynaya oo xaggayga lagu rafcinaya ciise samadu inaga jira waanu soo degi doonaa. Nebiga alisraaul micraaj markuu ilaahay soo arkay ee ilaahay nuurkiisa soo arkay ee salaadaha lagu soo waajibiyay xaggu aaday, wuxuu aaday samada. Inta maka laga qaaday baa baytulmaqdis la geeyey, baytulmaqdis baa buraaq laga saaray, 7 samo waa tii loo furay, maratay sidratulmuntaha jibriil baa ka hadhay, ilaahay bay kulmeen, ilaahay baa maratay usoo waxyooday, wuxuu soo arkay buu inooga soo jawaabay, halma jir. Marka nusuusta kusoo aroortay ilaahay inuu naga sarreeyo, ilaahay culuwgiisu inuu naga sarreeyo, waxa weyaan caawa waxaan rajaynayaa qof intii nay dhegaysanaysa iyo inta dhegaysan doontaaba in shubaha kuwa maratay mujrimiinta ahee maratay had iyo jeer marin habaabiya nusuusta mutawaatirka iyo selafka caqiidadii maratay waxay ka qabeen selafku waxa weeyaan inaad caawa maratay waxay ila tahay qof waliba maratay inuu garan karayo axaadiista iyo qur-aanka iyo maratay maxaan ku dhahda waxay ku fasireen aayaadkan selafkii waxay ku fasireen maratay ay calaa wartafaca marka lagu leeyay uma istawaa cala alcarsh ilaahay carshiga ayuu maratay ku ekaaday ay waxay dhahdeen calaa cala alcarshi carshiga ayuu ka kor noqday maratay wartafaca uu ka kor noqday maratay ilahay carshigiisa saas bay culimmadii ku fasireen uma istawaa cala alcarsh maa lakum idinma sugnaan baa la yidhi min duunihi min duuni illaahi min waliyin mid idin gargaara walaa shafiicin mid idin ilaah idin gargeeya afalaa tatadakaruun miyaydan waantoomayn baa la yidhi yudabbiru lamr ilaahay amarkiibuu maratay soo xukmiyaa oo soo debbaraa oo soo maamulaa tadbiirku waa maamulka min asamaa'i samadii buu kasoo maamulaa ila alardi dhulkaa loo soo maamulaa uma yacruju wuu u laabtaa amarkii ilayhi xaggiisa ilay wax kasta oo lasoo maamulo oo samada dhulka imanaya ilaahay bay ka yimaadaan wax kasta oo dhulka ogadiisa ka dhacana oo amarana malaa'igtaa qaadiso ilaahay xaggiisa maaratay acmaashii iyo wax kasta loo qaadaya fii yowmin kaana miqdaaruhu maalin dherarkeedu dher yahay ayaa maaratay la qaadaa marka uu yimaado amarkii ilaahay isagana dib loogu celiyo alfa sanatin kun sannadood oo mimaa wixii kamida tacuduuna idinku aad tirinayseen leanna waxa la yidhi samaa'u dunyaha 500 bay dhulka u jirtaa oo sane inagu socodkeenna marka la eego markaynu inagu dhulka ka tagnana waa 500 sano marka marka amarkii uu samaa'u dunyaha ka yimaado ee samaa'u dunyihii iyo malaa'ii ku laabto waa kun sannood weeye waa kun sano ama aayaddaynu soo marray
aynu hore usoo marray ee ahayd maxaan ku dhahdaa maaragtay 50,000 sana waa maalinta qiyaama. maalinta qiyaama dherarkeedu muxuu yahay iyada? Waa 50,000 sana, 50,000 oo maaragtay 50,000 sana, 50,000 oo sano ayay u dhigantaa maalinta qiyaamo. Marka aayadaas iyadu maalinta qiyaamaha ayaa maaragtay lidaalika. Halkanina waxa weeyaan waa amarku inuu dhulka dunyaa ka yima, inuu samada ka yimaado adduunyada maaragtay ugu soo xigta oo iyada haddana ku laabto ayaa 1,000 sano ah. Laakiin maalinta qiyaama dherarkeedu waxa weeyaan waa 50,000 oo sano weeye. Ama samaawaadku intay isu jiraan, axaadiis kala sheegto Bukhaari iyo Muslim ku sugano, sama waliba samada kale 500 sano u jirtaa. Ha, 500 sano ayay samada u jirtaa. Marka 7 samo oo min 500 sana, maxaan ku dhahdaa kursiga iyo maaragtay samada u sarreysa 500, kursiga iyo maxaan ku dhahaa arshiga maaragtay 500 sana waa haluma jir. Yacni masaafada marka inaga la eego waxaynu tirino axaadiis baa kusoo aroortay saasoo kale. Ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, dalika caalimu lqaybi, kaasi waxa weeye ilaaha qeybka og iyo washahaada waxa muuqda. Waxa qeybka ku maqan ilaahay baa og. Washahaada waxa macnaha maxaan ku dhahdaa maaragtay caalimu lqaybi washahaada, qeybka ilaahay baa og, cid kale lama sheegan karto. Qofka hadduu qeybka sheegto waa kaafir weeye. Washahaada waxa muuqdana ilaahay baa og subxaanahu watacaala, oo wax walba ujeeda. Alcaziizu ay huwa isaga waxaad iska tiraahdaa alcaziizu, ilaaha qaalibkaa weeye. Arraxiimu raxmadda badan addoomadiisa muminiinta khaasatan. Alladii ilaahay weeye axsana hagaajiyey kula shayin shay dhammaantii maaragtay khalaqahu maaragtay abuurkiisii ilaaha wax walba abuurkiisa hagaajiyey ee qurxiyey weeye subxaanahu watacaala. Miyaad arag oo inagii soo marray watiin wa zaytuun wa duuru siniin wa hada albalad alamiin alladii maaragtay laqad khalaqna alinsaana baynu soo marray fii axsani taqwiim. Wallaahi insaanka waxaanu abuuray fii axsani taqwiim, qiyaam iyo abuurka ka ugu wanaagsan baan soo ayaanu abuuray buu ilaahay subxaanahu watacaala, ayaanu abuuray. Allahu akbar. Lidaalika ilaahay maaragtay wuxuu leeyahay alladii axsana kulla shayin khalaqahu, ee axsana khalaqa, axsana khalqa kulla shay buu yidhi, kaannahu jacalahu min almuqadami iyo muakhari uma lamaa dakara maaragtay khalqa samaawaati walardi sharaca fii dikri khalqi linsaani faqaala maaragtay wabadaa alkhalqa alinsaana min diin, saasoo kale. Lianna sida raajixa samaawaadka iyo dhulka ayaa horreeyey, dabeedna khalqigii markii wax walba la abuuray aadan baa ugu dambeeyey oo la abuuray ilaa malaa'igtii loo sujuudsiiyey iyo ibliiskii diiday. Alladii ilaahi weeye axsana hagaajiyey kulla shayin shay kasta khalaqahu maaragtay abuurkiisa, wabadaa ilaahay bilaabay weeye khalqa linsaani insaanka abuurkiisii ka bilaabay. Marka kulla shaydaasi macnaha alladii axsana kulla shayin khalaqahu, waa shay kasta ayuu ku dhacaya oo insaankiina ka mid yahay. ila wax kastaa insaanka aadam calayhi salaatu wasalaam markii malaa'igta iyo maaragtay aadam uu ilaahay doodsiiyey ee malaa'igtu yidhaahdeen ma waxaad abuuraysaa, man maaratay maaratay man man maxaan ku dhahda maaratay man yusidu fi lard wayasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak, qaala inii calama markuu maaratay markii ilahay yidhi an waxaan ogahay qeybka waxaydaan ogahayn. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aadam wacalama aadama asmaa kullahaa, ilaahay aadam wax kasta oo adduunka ogadiisa yaalla ayuu baray. uma caradahum cala lmalaaikati, malaaigtii wuxuu ku yidhi faqaala anbiuunii biasmaai haulaa in kuntum saadiqiin, bal waxaan ii sheega buu ilahay yidhi. qaaluu laa cilma lana ilaa maa calamtanaa innaka anta alcalaamu lguyub, innaka anta marta caliim lxakiim, adugu ilaahay waxay yidhahdeen waxaanaan annaga aanadna barin garan mayno, adigaa ilaahw cilmi wax walba u leh. allahu akbar. lidaalika waxaa ilaahay u amray aadan, waxa yidhi aadanow uga waran, dabeedna aadan baa uga waramay wixiiba oo u sheegay. lidaalika ilaahay wuxuu leeyahay alladii ilaahay weeye axsana hagaajiyey kulla shayin shay dhammaantii khalaqahu, khalqigiisa shay kasta, ma jiro ilaahay shay aanu hagaajin abuurkiisa subxaanahu watacaala. lidaalika dadka insaanku waa inaanay abuurka ilaahay caayin oo wax ka sheegin, leanna inagu waxba ma abuuri karno. jiirku inuu sidaa u ekaado, eygu inuu sidaa u ekaado, libaaxu inuu sidaa u ekaado, waraabuhu inuu sidaa u ekaado, duqsigu inuu sidaa u abuuro, shay kasta ilaahay sidaa uu abuuray si ka fiican oo loo abuuri karaa ma jirto. ila waa xakiimu lkhaaliq. bani aadamku hadday isu tagaan kaneeca ma abuuri karaan, waxa adduunka ugu yar bini aadamku ma abuuri karaan, walciyaadu billaah ma abuuri karaan. allahu akbar. inaynu abuur sheegannana mabaahaba, laanna waa gaalnimo maaratay yani dhukuran. gaaladaa maaratay waxaa aaminsan
قالوا وحي كده ذلك أنه وح أبوران وإلهي مارتي عكس قليان لكن ما عكس قلين كران والله ما عكس قلين كران يعني مارت ما عكس قلين كران إلهي سبحانه وتعالى مسكح هذا أي دوني أنه استعمالان إلهي باسي سبحانه وتعالى يدل لفت إذا إلهي أبوري مرك وحي إلهي سي يلكي سي كو عابد الهين بيدوني أنت إبليس كراعان إنه مارتي يعني هي مارتي إسرهلا وحمار أبورينا وحا إلهي بيكل كوبي قريان هذا درونك وحما قشين إن محانك رضا إن قف بني آدنا لكوبي قريو كلونين 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 كو عني حويا مارتي وكوبي أن بيست وحا يدوني أن إلهي وحي وأبوري لأن هذه قفك إلهي قفك وأبوري إني قفك لك كوبي قريان مارتي تاسنا مارتي ما يقو حي أبورين إيه وقف أول بشري هذا قف أول بشري اللي وحا الله تلقى لي حبناها تشبك مستقبل كده تنكسر كرة أيوه أما لوكت اللجوين أيوه أما وحلا مدة كلونينكو يعني عاف ماذا هن دتكو أم في عدونا أو هدو أورجان حماضي أما بيركيو حماضي أما وحمارتي أيال الربع مارتي إن لجو جوليسن دونه قف كان أنت كلونين لوس ما أيوه إن أورجان كي يوحى لمدة مارتي هدو لجو بدير دونه وح عاف ماتك وح إن خصيان إلهين إنه كده دلو ووح لو قولي هاي أو لباتك ما تجيبنا وحن إلهي وإن أبوري إن إنه أوفير صنو أو محنكو هذا إلهي بابا إن أمريبا إلهي بين أمري أو يدي محنكو هذا إيجا آيات كإلهي مرتي أو نفتي إن إيجا إلهي بأي يدي مرت إلهي بأي يدي سبحانه وتعالى لبات تاكم صنع الذي أحسن كل شيء خلقه إلهي خلق شيء كاستهجا شيء وبدأ خلق الإنسان إنسان كخلق يسي أبو مرتي بلاوي من دين الروبو كبلاوي آدم بقى لوجت شذا روباها ثم دون على يلي نسله ترن كيسي يعني النسل جا واحد عرورتي عرورتي آدم كي يلي من سلالة دريد يو ضد محنك رضا أو من مهين كر إلى هي وكأبوري عنروف اللي آدم وحي آدم عرورتي سوحي كدم بيه حواء إلى هي وكأبوري سلالة دودي من ماء بيه أو مهين يعني هي حقيرة بيليتا ثم دبد النسل واه إلى هي واسمي ونفخ وحو كأفوفي فيه النفتي يعني أدونك يقفك يابوري من روحه الروح يسيبه كأفوفي إلهي وجعل لكم سمعة إلهي وحيدية لبالي مغلك يولا بسارة أرقي يولا فيد قلوبتي عقل يوحوكرا لهيدين قليلا ما إن ينبع تشكرون إلهي ما نقص وقالوا وحي يعني دادكي قالدها أيضا وقت قد لنا أن لنا في الأرض أرلدا أو أرلدا أن كلنا أو كدية أنه أو كقوقنا أو كبابانا أو أن عيد نقنا أئنا أن نجمي الله في خلق خلق كلام نقول إنه جديد عصب بل واحد ترى هذا بلا مرت بل إسكدعي هم يقبل لمرت باللقاء ربهم رب يقول لك كل كيسة كافرون ويكجالي ويكجالو بين قل واحد ترى هذا يتوفاكم وحيد أفسنا يا ملك الموت جريدة محنك هذا مرت جريدة جريدة ملك جدي أيه إذن أفسنا يا الذي كي وكل الذين وكي شبيكم بذنك ثم دبنا إلى ربكم رب يقول أنت كابا ترجعون الذين علنا يا بليل واكو الله أكبر إلهي حقيسة أيا الذين علنا يا وايهد ولو ترى هذا ذلك يدبع النبي الله محمد ها الله أكبر إلهي وحولي ولو ترى هذا ذلك النبي الله محمد أما قفك استوى قرآن كله الله يو إذ وقت هذا ذلك الهي ها المجرمون كوي قالوا بي المجرمين تها ناكسو رؤوسهم أي قرد مدحوذ الأولى الذين وقت أي مدحوذ الذين فروريا مدحوذ عند ربهم رب قد اكتس ومحي لهدين نارتي جهنم بأركان حقي بأركان قيامي بأركان ربنا أي يا ربنا رب قد اهدين أبصرنا وأن أجهدنا حقيقة دي وسمعنا وأن مقلع أي فرجعنا نعلي نعمل أن صوصمين صالحا عمل صالحا إنا أنه هذا اللقاء بلابو موقنون قاري يقين صبانو نهاية وقال هذا ما أنت اللو تاقل إيه ربضة إيه حمانتة إيه الضبق إيه للي يوربلوك هذي ولو شئنا أبو إلهي حدان دوانو لآتينا وانسين لهي كل نفس النفدة ما أنت هداها هنون كيدان سين لهي النفدة ما أنت أنك هنون لهي حدان دونينو لكن إلهي مدونين ولكن لقول نقوية حق وحا دبوبي القول هذا الكيبا دبوبي مني حقيقة هذا الكاسو مني حقيقة كا هذي هذا الكاسي محوها لأملا أن والله يا والله أبوحية أبوحية جهنم جهنم أبوحية من الجنة تشنكي كبوحية
iyo wanaasi dadkiiba ajmacin dhammaantood, cidda xaqa aan u abuuray iyo kutubtaan keenay iyo xujada aan ku oogay iyo caafimaadkan siiyey iyo nicmadaan u nicmeeyey, cidda igu raaci weyday ibliis ku raacda ee anigii mahadnaq weyday ibliis raacda, inaan jahannamo ka buuxiyo aniguna aanan qasab ku hanuunin ee iyaga aan u wakiisho oo u tala saarta camalkooda ayaan ku ballan qaaday, buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Ilaahay cidduu doono mooyaane ee fadligiisa uu ku badbaadiyo waa kow, ee faduuqu baa lohanaya dhadhamiya bimaa nasiitum, ilowgii ay lowdeen liqaa'a yowmikum, la kulanka maalintiinan haadaa kan ah, innaa annagu ilaahay wuxuu yidhi nasiinaakum, halkaasaanu idinkaga tegaynaa, waa jazaa mujizi lcamal, ilahay wax ma ilaawo, laakiin macnaha waxaweyaan meeshan ayaa sidii dad lagu ilaaway oo kale baanu maaratay idinla mucaamilayna. Ilaahay yacnii sifada nuqsaantaa iyo inuu wax ilaawo looma jeedo, laakiin waa tahdiid, waa hanjabaad, waa loohajabaya. Innaa nasi maaratay innaa annagu hee nasiinaakum, halkan baanu idinkaga tegaynaa oo idinku ilaawaynaa. Macnaha ilaahay sifada ilowga ma laha, maba waxma ilaawoba, laakiin maxaa looga jeedaa idin maaratay ciqaabka idinka saari mayno, ciqaabka idinka saari mayne waxay ka dhigan tahay oo kale sidii dad lagu ilaaway, maadaama aan laydinka jimcinaynin, saasay ka dhigan tahay. Marka waa jazaa mujizi lcamal, faduuquu, yacnii waxaa loola mucaamilayaa sidii iyagu ay ula mucaamileen ilaahay iyo xaqiisa. Faduuquu dhadhamiya baa layidhi bimaa nasiitum, sababtii aad ku ilowdeen liqaa yowmikum, la kulanka maalintiina yowmikum haadaa kana, innaa annagu nasiinaakum, waxaanu idinku ilaawaynaa oo idinkaga tegaynaa naarta jahannaba. ee faduuquu dhadhamiya cadaab alkhuldi, maaratay cadaabka maaratay waaridda cadaabkeeda, cadaab alkhuldi, waaridda cadaabkeeda aad ku waaraysaan, dhadhamiya bimaa kuntum, sababtii ku dhadhamiya, tacmaluuna aad soo camal fadhiisteen, ay bicamalikum, ku dhadhamiya, innamaa yu'minu, wuxuunbaa rumaynaya, in kale maahee, biaayaatina aayaadkayga waxaa rumaynaya, alladiina, kuwii, idaa dukiruu, marka lagu xuso bihaa aayaadkayga, kharuu u dhacaya, sujadan, iyagoo sujuudsan, waa kuw, kharuu dhacaya, sujadan, xaal ay yihiin qaar sujuudsan, wasabaxuu, kuwa ilaahay xumaanta ka naseeya u tasbiixsada, bixamdi rabbihim, xaal ay ku maran yihiin oo ku dheehan yihiin oonay maaratay ka faaruqaynin mahadda rabbigood, walxaalhum, iyagu, laa yastakbiruuna, ay yihiin qaaraan ka santaagahayn ilaahay cibaadiisa iyo xaqiisa, tatajaafaa, kuwaa waxaa ka dheeraaday junuubuhum, dhinacoodu wuxuu ka dheeraaday, canil madaajici, gogosha, siday habeenkii u wardiyayaan ee ay u tahajudayaan ay u cibaadaysanayaan, yadcuuna, waxay baryayaan rabbahum, rabbigood bay baryayaan, khawfan, xaal ay maaratay ku sugan yihiin cabsi daraaddeed, iyo wa tamacan, xaal ay raxmadiisa damaacisan yihiin, wa mimaa, wixii wax ka mida, razaqna, aanu ku risiqnay ee maaratay arsaaq aanu siinayna, hum iyaga aanu siinayna, yunfiquuna, waxbay ka bixinayaano, masaakiinti iyo dadkii adduunka gaajooni ay quudinayaan, falaa taclam, ma ogabaalili nafsu nafi maa ukhfiya, wixii loo qariyey lahum iyaga, oo min qurati acyunin, nafi ma oga muuminadi waxa indhadoogsiga ah ee ilaahay u qariyey u imanaysa ee lagu marti soori doono, wallaahi nafi ma oga baa layidhi, jazaa'an, jazaa'an, xaal ay tahay abaalmarin, bimaa kaanuu yacmaluun, ay maaratay bimaaratay bicamalihim, muminiinta camalkoodii daraaddii ilaahay uu ku siin doono, ee afaman ma mid kaana ahaaday baa layidhi mu'minan, muumin kaman miyuud la mid yahay kaan ahaaday faasiqan, faasiq, laa yastawuun, ma sinna muumin iyo faasiq weligood ba ilahay agtiisa kuma sinna, laa yastawuuna, ma sinna, ama aladiina, kuwii miyaa aamanuu iimaanka laga helay, wa camiluu saalixaati, camalka saalixaa la yimi, falahum, kuwaasi waxay leeyihiin jannaatu lma'waa, nagaadi maaratay jannada loo dumayo, jannaatu lma'waa, jannada loo hoyanayo ee lagu nagaanayo, jannatu lma'wi la yidhaahdo, taas bay leeyihiin, nuzulan, yacnii maaratay xaalay tahay nuzulan, martisoor, martisoor iyo soo dhoweyn, ilaahay xaggiisa ka ahaatay maxaa lagu siinayaa, bimaa kaanuu yacmaluun, ay bicamalihim daraaddood, wixii camalkay la yimaadeen daraaddood baa lagu abaalinayaa, wa ama aladiina, kuwii miyaa, fasaquu, daacada ilaahay ka baxay ee xumaanta iyo fisqiga iyo gaalnimada looga taag waayey, famaawaahum, kuwaa meeshay u hoyanayaan, annaaru, naarta weeye, naartay ku hoyanayaan oo guryahooda ah, kullamaa araaduu, mar kasto ay doonaan, an yakhrujuu, inay kasoo baxaan, minhaa naartaa xaggeeda, walciyaadu billaah, wuciidu waa lagu celinayaa fiiha, naarta gudaheeda, wa qiila, waxaa lagu odhanayaa lahum iyaga, duuquu, dhadhamiya, cadaaba naari, naarta cadaabkeeda dhadhamiya la odhanaya, alladii cadaabkii kuntum ahaydeen bihii cadaabkaas
تكذبون قار بينية الله أكبر وحويا مارتي قرآنك مارتي ومعجز وهي ومعجز وهي وحل النبي الله محمد ولو ترى هذا ذلك الهيد بالي إذ المجرمون إذ وقت المجرمون كوي جريمة إيو لي من ذنوب تواوين جريمة وكرايمك يعني مارتي وكوا ضد كلايا الزنيستة حمانة السماية الربضة عنا كبرة الدنيا ذو حيدونا كسماية المساكين تون حريصا أن حشون أن حيض لهين الدون كان أمسين يجون يسكليهين وحول بكو سماية كوزا مجرمين لرضا ولو ترى هدي على كليت بالي إذ وقت المجرمون كوي ذنوبتا يو ليمي محان كورا دمارتي حد قدبية فرا بدن له إن إلى هاي أقلين هذا ذاك اللي هيد وقتي ناكي صور رؤوسهم هذا ذاك اللي هيد ولو ترى إذن وقتي المجرمين المجرمين تي ناكي صور رؤوسهم أي قرد اللاديين يعني ماذا حودي ناكي صور ماذا حبير هارعيانو إن له ذن إيو ما إيجي كران إلهي وحا أي أركيان ما إيجي كران ناكي صور رؤوسهم يعني قرد اللاديين عند ربهم ربي قدد أي ماذا حجبيين ربنا وكو ربنا اي يا ربنا ربي يقول ابصرنا وانو ارقنا وسمعنا الى هو نوجدنا اقابك يا نار جهنم وسمعنا وانا نمقل وحيل انا قربي اي فرجعنا الى هنا علي فرجعنا الى هنا علي نعمل ان سمينا صالحا عمل صالحا انا انه هذا لا قبل ابو موقنون قال حقيس اركي او يقين سن بانهي الى هو تشارس زي إلى هاي أرنتها وديدي مالك لا أي نوع من دونها يدل لي ولو مرت ولو ردوا هدي العلين لها لا عدوه كلها والله ينبلي لما أنه عنه وحيلو ديدي وإنهم لكاذبون بين عليال بلي الله أكبر إلى هي كحو جالس والله ليس سود ولو ردوا هدي العلين لها لا عدوه وحي كلها والله ين لما أنه عنه وحيلو ديدي وإنهم لكاذب وبين الليل لذلك لا يحوري ولو شئنا هدان نضون هلكا لآتينا وانسين لهي كل نفس النفل ما انت هداها هداية وحنسين لهي توفيق هنونك الله الله قيبية ولا الله يجب مسلمين تهو هنون وحل هذا هنونك تسمد مارتي هداية الدلالة هنونك قفك وحل تسمد وعددك مارك الله يحل ايو هنونك توفيق ذا قلبك اللي جليه هنونك قلبك قفك اللي جليه يسكلا إلهي كريم يسكلا مركع عيد اللهم حوجة ذا ولو شينا هدان ضونه لأتينا وانسين لهن كل نفس النفس لما أنت هداها هنونك توفيق ذا حق أيكو جرن لهاين إبليس أيك جبر لهاين حمانت كجفوين لهاين بابا نصين لهينه سيدا ملاك تو كمان تذكر كوالد رجله ملاك تميدن بابته مايا إنني دنبابية ملائكة وأبوري إلهي إلهي وحول لا يعصون الله ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة مركز هذا ملائكة وكله بأنه هنون سين الله أنا حمام بق حقي سقبتين شيطان كان وانه كدور لهنا نيا كإلهي وكو هداية التوفيق من سينها ولكن لقول نقي هداية دي توفيق ده أنت أنه كديني بروح أنه سيني هداية الدلالة أو حقي بأنه عضينا وحل الحق هو عديه تندنا واتا نارتنا واتا شيطان نواكا رسولك نواكا كتابك واكا كتابك شيطانك نواكا طريق حق واكا طريق بادلك نواكا عقل باد ليده يعني هداد والته وحبلغو قمله هداد عرورته وحبلغو قمله هداد أساسقده وحبلغو قمله هديقو عقل هداد حنونسته ودمي يردورسنته وحبلغو قمله هداد ساحته وحبل قومله هداد إلا ودو وحبل قومله وحاصلنا القومه هستو مكلفته لكن مركا أتسوتشيدو إذ هرددي كسوتشيدو إذ عافمات قبط إذ قانقارته مسكح هذا لما يسترنته إلى هين نعمك السيئ كتاب لقسيئ رسول لقسيئ وحي أتكب إسكدين لهيد لقوشاقي وحي أتصمين لهيد لقوشاقي جندي لقوشاقي نارتي لقوشاقي طريق قصة لقوشاقي هداية هداية الدلالة لهذا تاسال وقول حساب تمية سيدا دراد بلا حبي ولكن لو نقي حق وح حق نقضي القول قولك أم حيقة قولك مني حال بحقك كهذي
لأمن أن والله بوحيه بوحيه جهنم جهنم كبوحيه أو محا إلهي وقول كنو يري ده حجدي من جوجي من الجنة تجين كنار جهنم كبوحيه يا والناس دفكي أجمعين دمانتود هذي حق رأي وين حق وين عديه مرك إن حق الجو عديه هدي وقفك مرك حق رأي وين إلهي وحيه قول كي من كجر رومانيا يعني جهنم كبوحيه توفيق ذي ذا إن أنصار ملاك تكدي أنا دي ذي لأنه وحنو تلاقي إن دار الامتحان يعني يجوا أبو ربينا الامتحانه أو كي امتحان كباسنا أن يعني كنا ذقيه كي امتحان كدعنا أن نار تقبض سيو امتحان كي يحكوا كل هاي كوس ويجيه لما ندرس تينا وأنا وذا كان حتى امتحان كسؤال هو كيمنا يوردن والله إن تصي حتى سؤال اللي نجا بقرب وحلا لو يحكي كنا ذلقوا جليه سؤاله هو ديو دمبل نسي مركز سالين وكاسة سؤالها قاطة صو أخرية راع الرماية مركزين هندتك إلى هو كم مرة بنو وسؤالها كم مرة بنو وجنة هذا مرة بنو وملائكة هذا مرة بنو وخير كذا كم مرة بنو وما بتشرتيد وعبادة حق ملهيد وعبادة إذكر عليه وإذكر عن كله وذا شيننا مركز ورا نعوذ بالله مركز ويعده مركز حقي الله أكبر لا من إلهي يحرف فذوقوا ردمية بلونا يا مرتي فيقال الله حلونا يا فذوقوا ردمية بما نسيت محيا الكوي لودين لقاء يومكم لكل كينا هذا كان إن أنا قلنا نسينا أكوان إن لولين وأن مارت إذن لونا ونسكتكنا عقاب قديسة أيان ودكتكنا سيدي مارت إذن بقى الصمي سان يعني أيان مارت الجزاء من جزء العمل وذوق عذاب الخلد لدمية بالي عذابك مارت مارت نجادية عذاب كيسة مارت وذوق عذاب الخلد وارتانك عذاب كيسة لدمية بالي بما كنتم تعملون أي بمارت بعملكم عمل كين يوحي الله تمادين درادي إنما يؤمنوا بآياتنا آيات كي يوحون برمين يا الذين كوي إذا ذكروا مرك الحصوصية إلهي سبحانه وتعالى إذا ذكروا بها مرك آيات كي الحصوصية خروا وحي ودعيا سجدا حاليهن قار سجودا وصبحوا وحي تسبح سنيا بحمد ربهم حال يقو كمرا إلهي مهديسا والحالهم يقول لا يستكبرون تتجافى وحا كفقاتي جنوبهم دبر لنعوذ عن المداجع قوشي وأيو عبادي سنيا يمرت يدعون وحي بريان ربهم ربك خوفا حالك بقيان إلهي اللي مرت والرجاء خوف والرجاء ومومك مرت لو درجة لك ربه خوفا مرت عبسي درادي مرت يو طمعا يو إلهي رحمدي سرجينا يو طمع إسان ومما وحي رزقنا أن السنين هم يجا ينفقون وحبيك بحنيان وضا بحن ما يعني ومما أي من بعد ما من توا تبعيدي وي أنا من ما يعني وحي أن السنين وحكم ذا أي بحنيان فلا تعلم موجا نف النفي ما أخفي وحي لو قريي لهم يجوا من قرة عمارة من قرة عيون الدوسية مؤمنين يعني جنة وحلو دياري جزاء أبا المرين أي جزينا هذا دون تدري جزء أما لا لي جزاء أما في بلاش لو تدري أما واحد مارت مفعول مطلق أي عامل في سكينيو جزينا وأبا المرين جزاء أما لأجل جزاء ما أيام سين أيام قرن أي ما أخفي لهم من قرة العين مارت جزاء لأجل جزاء أي مارت كين كرتا بما كانوا وحي يعملون عمل فليهن درادي فمن كان ممت مؤمنا مؤمنا كمن من الله من غني كان فاسقا مد مؤمنا مد فاسقي مسك مد ميهين ما يا إلهي واتشوفتي كانوا لا يستوون مسنا أما الذين كوي آمنوا إيمانك الله أهلك وعملوا الصالحات عمل صالح عليهم فلهم وحي ليهين جنات المأوى يعني هي نقاذيك إيا ماشا الله ضميه جنوين كذا إيا ليهين جنوين كمأوى يعني ماشي يهينيان مأوى قوى ماشا الله يدو لغن نستو ee maxaan ku raadaa qofku habeenkii iyo noloshii iyo tacabkii maantii kaga reesto waa gurigaaga weeye waa martay lidalkii ilaahay wuxuu dhig waxay leeyihiin kuwaas baaleeyni waa martay haa ilaahay wuxuu dhig kuwaas kuwa muuminiinta wuxuu dhig haa wuxuu leeyo amma alladina amaru wa amilu salihati falahu waxay leeyihiin jannatul ma'wa jannada martay ay u martay jannada ay maxaan ku raadaa jannada ay u dumayaan ee ay ku raaxaysanayaan ee hoyga u ah jannadaas bay leeyihiin نزل مرتسور بما مرتي مرتي أي مرتسور درادي إلهي مرتي وكم مرتسور أيه بما كانوا يعملون عمل فلك يسوع عمل فلان درادي وأما الذين فسقوا كوي فاسقين تها فما وهم وحويا ما وجود يمشي جليا نار النار فما وهم نار كلما أرادوا مركا كصيد دونان أن يخرجون كصبحان منها نار تحجده وعيدوا والقلنية فيها نار تجده هذا وقيل اللهم حلقونا ذوق عذاب النار نار عذاب تدر الدمية الذي كنتم عذابك به يتقبى هيدين تكذبون لذلك رسول كوحيلي حديث إمام مسلم يقل كي صوصارين أعددت لعبادي سواء آيضا فصير عيه
أعددت لعبادي الصالحين الضمضة الصالحين طبعا حنو ديار قري ما لا عين رأت وحاني إشهد أرق ولا أذن سمعت لقهود مقل ولا خضر على قلب بشر قلب قودنا أن كسر العين بشرهن مركز سوى حوري هذا دونتان أبو هريرة وحاخذا أيدي لهيدي فلا تعلم النفس ما رتي نفي مؤقة هي ما أخفي لهم من قرة أعين وحي لو قري أو مرتي إن الدوكسية الله أكبر حسنا سنوى صحيح حيث كلا صورة رسول كويلي من يدخل الجنة ينعم نينك جنة قلا أما قفك جنة قلا ينعم نمعي سنة يا يو لا يبأس ورقيا له يعني هي بصاصي قاتش يدرحمه كل أميسو لا تبلى ثيابه مريه ثول دوغو بميان ولا يفنى شبابه دل يرن مديس صدح يصدب على القوضة لقيا مركي وحيو قبدينيهين ولماذا ماذا قارنوح عن شيء لا تشير مليح لا تشير على القرية ولا يفنى شبابه دل يرن مديس باب مارتي دمان ميسو في الجنة وحي في الجنة وحي كليهن ما لا عين الرعد وحاني إلي أرق ولا أذن سمع الدقينة آني مقل ولا خضر على قلب بشر قلب بشر بشر كان قلب قوضان كسودعين حديث كان إمام مسلم بوري إلهي وحده سبحانه وتعالى وايه إلهي وحده وأم مارتي ها إلهي وحده وأما الذين فسقوا مارت فما هو النار كلما أرادوا يخرج منها عيدوا فيها وقيل اللهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون إلهي وحده ولا نذيقن والله والله ولا نذيقنهم والله والله دردن سيني أو دردن سيني هم إيجا كون يعني حق الله ويرأي وحنو دردن سين دونا من العذاب الأدنى عذابك وين قيامه انتان لقارن اما كقبر انتان لقارن عذاب دو او ادونك ايانو دردن سين دونا دون العذاب الاكبر عذابك وين قبر اي قيامه متكسوكيا لعلهم وحي مدقيهن يرجعون اني صلابتان لان مرول بو الله فينا يا دتك انك ما انت يعني اباراي نهيستا ولا اداي نهيستا الهي مخو اوو تلاغل انينو الهي توبت كانو سو نقنو مركا قال يا اسلام با انت ان حتى عذاب كوين لقلنا اخره يا كقبرك الهي مرر بدن بو زونامي ادو كسلدا يعني يغو اركيا با الهي هلاغا مركا سو اورن يا مارتي وبل هسو لابتان لذلك الهي وحوري والله لن نذيقن وانو ددسين وانو ددسين هم يغا الماء ادم من العذاب الأدنى عذاب كي دوائي عقاب أدون كابا نكو قبانينا دون العذاب الأكبر انتان عذابك آخري قبر كي قياما لقارين لعلهم وحي مدنيهن أما اللي كي يرجعون سي إلهي وصول لابتان وطوبت كينا أو يحق وفهمان ومن أظلم بالي يا كدل من بدن من من دول يا كدل من بدن من من مارتمد يا كدل من بدن حقيسة ذكر الحسوسي بآيات ربه ربي يس آيات كيس الوحصي الله شيء ثم أعرض كتشستي عنها آيات حجز إلهي وحده إن أنجو من المجرمين كوا مجرمين تا منتقمون ونك أرجو صندونا وإلهي ولقد والله أتينا وانسيني موسى موسى الكتاب كتاب كتورة بانسيني إيه فلا تكون هنقوم بالي في مرية الحمد لله رالي هذا ما شاء الله فلا تكون نبي الله محمد هنقوم في مرية مد كشكي كجسوعن من لقائه كلن كيسة أدمرت النبي الله موسى أد كلن كلن طي همين كي الإسراء والمعراج وجعلنا وحنا كي الله هو محن كل ذا مرت موسى وجعلنا وحنا كي الله هو كتاب كاس النبي الله موسى سيني هو ذن هنوم بن كي الله لبني إسرائيل ربني إسرائيل سوعن أيام كي الله والتوراة وجعلنا وحنا كي الله منهم ربني إسرائيل حجودة أئمة قار لغو حانونا او هقامي يالا ايان كي يالا ايمدو يهدونا كو حانونا يا بأمرنا عمر كي يو كو حانونا يا اللي صالحين يا انبياء بدن يتطفي عن بيلا هاين لما سببتي او حانونا يا صبرو اي صبرين وكانوا بحي هاين بآياتنا آيات كي يغانا كواسي يوقنونا قار رميسا إن ربك والي نبي الله محمدو ربك هو يساقو يفصيل يساقا كرسوع اي بينهم دتك لحدودة يوم القيامة ما نتقيامة قالت يا اسلام كي وحمانت الله يسكوها يو إلهي باك كالسوء أيا فيما كانوا بو إلهي كو كالسوء أيا فيه كاقوده إيسا يختلفون الله يسكو خلاف سنا إلهي ما أنت إلهي باك لسكوها استعبا إلهي باك لسكوها استعبا قاروح إليه إلهي مجلو قاروح إليهن إله مارت إله واصدح قاروح إليهن مارت إله يكالو عيدا كبدا بيشيغيا إنك نوح إلا النهي إله قراء كون كان أبورتي با إسكالي الله أكبر لذلك إلهي وحولينا ربك هو يسقو يفصلو كالسوء بينهم دحدوده يوم القيامة ما أنت قيامة لقارو فيما كانوا وحي فيه قديهيسا يختلفون يسكو خلاف سنعين أولم يهدي لهم
يعني عدان بالي لهم يجا كم أهلكنا أنت أنه هلكني من قبلهم يجا هرتود لما كان قريشتي حق ديدية من القرون أمضوه حال كم إذا هاين يمشون قرون تاسو يمشون أي سؤال يعني في مساكنهم قريوه دي ماني أركينين أنه هلكني إن في ذلك أرنت أسنا لآيات آيات باوغسوان أفلا يسمعون ورمياني عقل لهنا ومياني أفلا يسمعون مياني دقل لهنا وحمق لينين إلهي وحدا ولم يروا مياني أركينين أن أنه مركي إسا صوصارتان كديديان يعني أن أنه نسوق إن أنك حينو الماء بيه روبك إلى الأرض دولنا أنك حينو إلى الأرض الجرزي بل أبارة إن أنه بنت بي سمادة ككيانو كدا سينو أما وبيدا كصود الله إنه إن أنه بيه قبط سينو إلى الأرض الجرزي بلكي أبارتها إن دوغ لهي أو فنخرج أن كسو سارو به بيها زرعا زرع إيو مدبحايا زرع أسو تأكل ويعوني منو حق سان عامهم حوله أي عوني سيقبر واغيستان يو أنفسهم نفتو دون أي كعوني أفلا يبصرون مياني وحقرانينين مركي إلي إلهي نصو ساري مايو مياني إركين أدون كان يقول كان إلهي سيسو مرنا أدلايو مرنا إلهي أنو ويقولون وحيرانيان متى هذا الفتح فرشدني وغورما غورما دتك لا كلا فريا يو محكمه دي الهي غورما يمنسا قيامه هو غورما يورنيان ان كنتم هداتهين صادقين مؤمنين تي قارون شيغا يسا سيد ويدينيان غالدو ويقولون وحيرانيان متى هذا الفتح فتح دتك غورتا لا كلا فرنيا اي محكمه دي الهي يمنسا وا غورما ان كنتم صادقين قول واحد كنت راد النبي الله محمد يوم الفتح ما انت دتك لا كلا فريا اي محكمه دي الهي دتك اي كلا ساريسا لا ينفع وانفع مايو الذين وحي كفروا قالوا بأنفع ميسو إيمانهم ما ننتهى إيمان كالرميسان إيا أركتدا حقيقة دي أركتان إيمان ليدين كي يليو ما ننتهى سماها ولا هم ما يهان باليدي ينظرون قار لو كادين يؤو للسوغا يماها وحبا إيا فاعرد كي سباليدي عنهم حقو دي النبي الله محمدو أما قفك استو قرآن كاخرية يو وانتظر سوغ إنهم حايا لي منتظرون ما نبي سوغا يان ما ننتهى وحكم إذا ما ننتهى حنصنا وحكم إذا قبرك وحكم هذا قيامه قالك إلهي سبحانه وتعالى وتيضي أو يعني ما لك كان مايو أن كسو عليه بيجك ولا نذيقنا إلهي والله ردنا سينا ردنا سينا هم يجا من العذاب عذابك الأدنى دونك كجده سير دوا دون العذاب الأكبر إنت عذابك قبرك يا قيامها اللي قاعدني وين لعله وحي مدينهن يرجعون إلى الله والله بتانو بلا يتوبت كانان إيه ومن الله ميا كذل مبدن ممن مديا كذل مبدن ذكر الوحصي بآيات ربه آيات ربه يقول لكم حصي الدين تلو شاقي ثم دبنا عرض كتشستي عنها إلهي قرآن كيسي آيات كيسي إنا أنه إلهي وحلو من المجرمين كو حد قد بي مجرمين تي إجرام كليمي منتقمون قار كأرقو سنيابان نهي ولقد آتينا موسى الكتابة كتاب كيوانو سن النبي الله موسى فلا تكون هنقون في مرية مشكي كغسوغن من لقائه من لقاء موسى عليه الصلاة والسلام نبي قنا مركا وحل لكل نسيي أبين كي ليلة الإسراء والمعراج أي رسول كلا لكل نسيه صلى الله عليه وسلم وجعلنا وحنكي اللي هو كتاب كان نبي الله موسى السيه هدى هنون بانو غي الله لبني إسرائيل ربني إسرائيل أي أنه هنون غي الله وجعلنا وحنكي اللي منهم ربني إسرائيل حقودة أئمة قار هقام يالا ويهدونك هنون يا بأمرنا أمر كيغا لما سببتي صبر وي صبرين مرك قفك هدو أمر ربني إسرائيل هذا من رب محمد هذا ما عدو دونا نغضي قفكي هنون بهنوني سدا سويه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صبرك صبرك وحمرت وأرين عجبا وي وكانوا حيا هاين بآياتنا آيات كيغنا يوقنون قار رميسا إن ربك ربي قابل اللي هو يسوي يفسروا حكى السوعية بينهم قدتك قال ذا يا مسلمين يوم القيامة فيما كانوا وحي فيه كاقديسة يختلفون يسكو خلاف سنايا أولم يهدي لهم يعني يعدانو أنا مرت يعني أولم يهدي لهم يعني يعدان وأني كوهنون او اني مرت ارنتي هنون كودي انو عدان كما هلكنا انت هلاقني من قبلهم يجا هرتود قريش حق الديدن يا مانت كون حتى انو ودونك ان جوجن كو حق الديدن مياني او عدان انت الهي وهلاقي بيقول انو هلاقني من قبلهم او من القرون حاليهين قرنيه كلا دونيه تشيل الكلا دونيه ومدا كلا دون يمشون حالي سعونيان في مساكنهم كون مشركين تا هي جزيره العرب كب حين محمد الله صدري اي مركا نبي ديدنا وحاليري قريهودي أي كواسعون أيان مركي حقا يشام آدان أصحاب الحجر بي قوان أيان مركي حقا تركي قيام لها آدان بورتي محانكو رادا ليري نبي الله النوح محانكو رادا مارتي دونتي سبايس تلتاك تي جودي وحيار كيان آثارتي نبي الله النوح
markay xaggani qoomkii ibraahim iyo meeshii dabka lagu tuuray ciraaq arkaan way arkayaan, markay xaggan yimaadaan qoomkii luud iyo shaam iyo asxaabul ayka iyo kuwii maartay shucayb iyo iyana aathaartoodii ba arkayaan dhulkii lagu halaagay, markay xaggan iyo carabaha iyo yeman yimaadaan iyo maxaan ku dhahdaa asxaabu maxaan ku dhahdaa axqaaf markay yimaadaan waa adigii axqaaf, qoomkii axqaaf ee arkayaan yar heer caadiyo meeshii lagu halaagay, markay xaggan iyo yimaadaan saba iyo qoomkii la odhan jiray maxaan ku dhahda maaratay sadul macrab iyo maxaan ku dhahdaa webigii dilaacay suuratu saba aynu kusoo marray ee reer yeman oo dhan halaagay waxay arkayaan qoomamkoodii. Marka waxaa la leeyahay yamshoona xaalay soconayaan fii masaakinihi meelihii lagu halaagay war miyaanay wax arkaynin, ina fii dalika arrintaasi laayaatin aayaad baa ku sugan afalaa yasmacuun war miyaanay caqli lahayn awalam yaroo miyaanay arkayn annaa annagu markii leeyihiinahay na soo celin maayo oo laysan noolayn maayo ilaahay miyaanu arkayn bay yidhi annaa annagu nasuuq inaan kaxayno almaa biyihi ila alardi aljurusi dhulkii abaarta ahaynaan biyi geyno fanukhriju aan kusoo saaro bihi marka kaas doog biyaha kusoo saaro zarcan daaq aan kusoo saaro iyo doog iyo maxaa la dhahaa zarac ay dadku cunaano taakulu ay cunayso minhu xaggiisa ancaamhum xoolahooda ay wax ku cunayaan wa anfusum naftooduna ay cunayso oo babaygii iyo khudradii iyo wax kasta ay ka dhargaayaano afalaa yubsiruuna miyaanay caqli lahayn iyana insaa ilaahay soo saarayo miyaanay ogeyno wayaquuluuna weliba waxyaabaha la yaab kale marka maalinta qiyaame dadka mar labaad lasoo saari doono marka suurta hore lagu dhunto suurta dambe roobbaaba dadka lagu soo saaraya oo roobkaa ku da-a baa sida daaqa oo kale baa qof waliba cajbo danabkii meeshii yacnii lafdhumuqdiisu maaratay ama ha burburto ama ha noolaatee bartaasu kasoo mulkudaya oo bug kasoo boodaya sida maaratay dhirtaa usoo baxda taasaaba kaaga daranba waa sababta ilahay had iyo jeer loogu soo celinayo sida ilaahay dhulka u nooleynayo in dadkana loo soo nooleynayo afalaa yubsiruun miyaanay arkayn wayaquuluuna waxa la yidhi mataa hada alwacdu bay yidhahdeen mataa hada alfatxu goormaa dadka lakala furaya maxkamadda yacnii lakala xukumaya qul waxaad ku tiraahdaa nabiyullaahi maxamedow in kuntum haddaad tihiin saadiqiin warkaasay la yimaadeen qul waxaad ku tiraahdaa yowma alfatxi maalinta furashada ee xaq iyo baadilka lakala furaya laa yanfacu canfici mayso alladiina kuwii kafaruu gaaloobay iimanuhum marka lakala furo iimaankay yeeshaan maalinta waxba u tari mayso walaahum may ahaanin nimankaasi yundaruuna qaar loo kaadinayo ee faacrid manaa walaahum yundaruuna qaar la sugayo maaha ay yuntadaruun ee faacrid ka jeeso canhum xaggooda wantadir iska sug iska sugo adigu sabir iimaankaagana ku toosnow wixii dhibay kugu geystaanna u sabir xaqa ilaahay baad la kulmiyo jannadaad geli adig iyo muuminiintu innahum iyaguna muntadiruuna ciqaabkay sugayaan iyo xukunkay iska sug halkaasaynu caawa ku deynaynaa وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد إلهي دمانتين هيدن بركيو إلهي مارتي خير إيو وناك بلندي رجيني ما شاء الله سؤال هذا مارتي مالو عمي التفسير كما رأينا لكن وحن أرداد كبرا رجينا يا اسكو حركا اسكو حرنتين عبد الفتاح محمد عثمان إيو أي مارتي حاضر كحاضر يسان إن شاء الله عبد الفتاح محمد عثمان وحن يعني كأتصن دونا إن شاء الله إن عن هلا ليس كأرضي إن شاء الله إلى هاي نبركة ليس كأرضي ذا عن هلا سأين مارتي وحي مارتي سدا وحي أو بهنتين تفسير كان لو كرليو مارتي مرة كقارك سين وبلن قاندي وخطبة آد بين وغيره وحين بل تراجعين دونا مر إن إنه سؤال يو حسكوي دينه سي إذن كلفتي إن أيدهم كنا قطه إن القرآن كي صورها عطانه مارتي أرضيك marka qur-aanka isleeyahay waxbaa la weydiinaya dee had iyo jeer maaratay waxbu soo akhriyaayo qur-aankii uu maartay marka isweydiintu ma xumo maaratay wax aad iyo aad u fiican laakiin dee caalam kala duwan iyo qalab maaratay iyo telefoonna maaratay bay u baahan tahay in maaratay maalin lagu talagalo dadkiina maaratay waa dad iska waaweynoo reero mashquul shaqo xagga oo carar tafsiirkii marka dhowan war insha allah ilaahay khayr iyo barwaaqu maaratay ayaynu wax badan baynu rajeynaynaa ilaahaynu maaratay khayr oo dhanna siiyo dad maarta khayr badan baa tihiin ilaahay idin barakeeyo wajasaakum allahu khayr wasala allahuma calaa muxamedi wacala ali maxamed kamaa salayta calaa ibraahim wacala ali ibraahima wabaarik calaa muxamedi wacala ali maxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacala ali ibraahima fi lcaalamiin innaka xamiidu lmajiid wajasaakum allahu khayr